عندما ينبعث إلى العمل شيخ صالح، بطبيعة الحال تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى. إن انتابه أثناء تابية العمل شيء، كيف يتصرف؟ كما ذكرنا طيب أنه إذا عرض له هاجس الرياء نعم فإنه ينفعه ويخلص النية لله عز وجل ولا يضره، أما إن استمر معه هذا الرياء فإنه يضر بعمله، يفطر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.